بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت. اليوم خيرت موضوع تاع سين انتراكسيون ميديكامونتوز، تداخل دوائي مهم، سين كونتراديكاسيون ابسولي، يعني منع بات، هو لو ميتوبرولول بلس لو لا باروكسيتين. لو ميتوبرولول هدايا بون درت لكم اسم تجاري كمثال، جو سيبل با لوبريسور، بصح درت لكم مثال لوبريسور ومثال ديروكزا. اوكي، بصح كاين بزاف اسماء تجاريه. دونك جو سيبل انا لي موليكول، لو ميتوبرولول اي لا باروكسيتين. لو ميتوبرولول هدايا سي ان بيتا بلوكون كارديو سيليكتيف، يمدوه بور لو ديسفونكسيونمون كاردياك، يعني لي زاريتمي كاردياك، يمدوه ميم بور لا طونسيون لا جي تي ا، وثاني كلكو فوا بور لي كريز دو ميغران. لا علينا. Ou le Deroxa, c'est un antidépresseur ISRS. Yani, il est pour les états dépressifs. L'association entre ces deux médicaments, en même temps, il a une conséquence assez grave. On va avoir une bradycardie. D'accord. Il a خلط نهادا مع هادا. On va avoir une bradycardie. La bradycardie, c'est quoi à dire? C'est, يعني les gens du domaine يعرفوها، ولكن le public, le large public، الجمهور الواسع، نقولوا باللي هو انخفاض شديد في نبضات القلب. على بالنا كي تزيد القلب فوق، يعني النبضات ترتفع فوق اللازم، نسموها la tachycardie، وكي تنخفض فوق اللازم تسمى la bradycardie. تاكيكاردي اي باديكاردي ماشي ملاح بين زوج، سورتو كونت ساجي دو باديكاردي سيفير، يعني تحت ال 50 ايتترا تبدا، ولا 55، يعني تحت ال 55 اون فا افوار اون باديكاردي امبورطونت. هنايا الانسان يتحط في خطر. دونك لاسوسياسيون اونتر سو دو ميديكامون، لو ميتوبرولول اي لا باروكسيتين، سي اون كونتراديكاسيون ابسولو، منع بات. Parce que là, ça va engendrer une bradycardie sévère. D'accord. Donc, il faut faire très attention. Un épisode dépressif, ça se peut que le bébé ait de la paroxétine ou de l'association. Il faut jamais dire ça. دونك فيديو قصير ان شاء الله تنفع شي ناس. دونك اشتركوا في القناه، اللي مشي مشترك فعلوا الجرس وبارطاجيو لا فيديو هذه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.